يا صديقي، يا من تشتاق إلى زوجة ثانية، تزوج، لا تحرم نفسك من متع الحياة. أنت لن تحيا في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فطالما أنك تعلم أن الدنيا فانية فتوكل على الله وتزوج الثانية. وإذا كنت ناويا وعازما على هذا الموضوع فلا تتردد، فالتردد مقبرة الفرص. فلا سبيل لإقناع المرأة بالزوجة الثانية حتى ولو كانت صحابية. هناك من النساء من تتمنى لزوجها أن يموت ولا يتزوج عليها. دخل رجل على زوجته وقال لها: إن الأمير أمر أن يتزوج كل رجل على زوجته بزوجة ثانية، ومن لم يتزوج بزوجة ثانية فسوف تقطع رقبته. فنظرت إليه نظرة فاحصة مدققة معبرة وقالت له: يا حبيبي، هنيئا لك الشهادة. لماذا إذا تحدثنا عن موضوع تعدد الزوجات نتهم بأننا خرابين للبيوت، ونتهم بأننا همجيين وشهوانيين؟ أليس هذا مطلب شرعي؟ لماذا نضع رؤوسنا في التراب كالنعام؟ كفانا أيها الشيوخ من مجاملة النساء. نحن نتحدث عن غريزة موجودة في الذكور والإناث، هل ننكر ما ركب الله فينا؟ وإنما ننكر ما يفضي إلى الفاحشة والحرام. ما جاء الناس وما امتلأت الدنيا بالبشر إلا من خلال هذا الموضوع: خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. استطاع أعداء الإسلام أن يقنعونا أن الزواج الثاني خيانة للزوجة الأولى. لماذا أيها المصريون فكرة ثقافة الزوجة الواحدة سيطرت علينا جميعا؟ أنا لا أدري لماذا يرفض المجتمع موضوع تعدد الزوجات. التعدد من شرع الله، أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق سبع سماوات: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا قرآن. رضي من رضي وسخط من سخط، ودين الله أحب إلي من أي أحد، وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا